بيضات ديولي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده فايقه معاكم. المهم اليوم ان شاء الله هذا الفيديو ورا اختي وحق ربي الا واحد الصهودات عندنا يا البنات، والصهودات يا خيتي ورا شوف ورا تعري وما يصلح فيك العرى، ما عرفتش اش بنديروا. الكليمه ما بقاتش، ما كثرت الصهد، الكليمه مسكينه ما بقاتش بغات تخدم والو، شعل الكليمه تقعد الدار كلهم صافي الصهودات. حنا فاش كيجي عندنا الصهد في ورا كيجي داك الصهد بحال الصهد ديال مراكش، لا ميم شوز. هنا اول حاجه كنفيق من نعاس البنات شنو كندير، ما عرفتش واش بان لكم، راه نقصت 5 كيلو ديجا تقريبا الحمد لله. كندير هاد، كنجرب هاد لاغام، هاد لاغام البنات ديال كتضعفي بها، كتحيد كتنقي لك هاد بعدا هاد البرودوي اللي غنشرب دابا، كينقي لك المسترال الكلاوي فين ما عندك شي ميكروب ولا عندك شي حاجه لاصقه في الكلاوي ولا شي حاجه كينقيها لك. هنا كنديروا مع كاس ديال الماء اول حاجه كنصبح بها، وكندير داك لو جيل ديال ويفيغا هذيك لا مارك. كندير 3 المعيقه كنديرهم في الماء، وكان شنو اسمه، وكنشربهم هكا، كنجلس شويه كنمشي نجمع الدار ندير شي ميناج ولا شي حاجه الا عندي ولا الخدمه الا عندي، عاد من بعد نقدر نفطر، ولا ما بغيتش الفطور كناخذ واحد تشيكور واحد لا بودغ. هنايا البنات من بعد ما فطرت، هذا راه هذا الفلوغ راه درته لكم على يومين، من بعد ما فطرت وداك الشيء مشيت عند السيده وصلت ليها الترموميكس ديالها. الا محتاجين البنات اي ترموميكس مرحبا بكم، بلي كوموند ديالكم دوزوا واتساب وتلقاوني انا موجوده ان شاء الله نرد نجاوبكم على الاسئله ديالكم. من بعد ما وصلت للسيده الترموميكس ديالها درت ليها ديمونستراسيون ديال هذاك، جلست معاه حتى تعلمات ليه، وكنعطيهم النمره تاع الواتساب اللي محتاجه شي حاجه راه كتبقى تهضر معايا الا ما فهمات ليه شي حاجه، فهمتوا. بالنسبه لو بري ديالو البنات راه طلع، راه ولا داير 16700 درهم، هذا هو لو بري ديالو فيكس، فهمتوا. كاين كريدي فابور وكاين اكيد اللي بغى ياخذ بالكاش، الكاش بوحدو والكريدي فابور بوحدو. هنا من بعد ما ساليت عند لا كليون دزت تسويت البنات للصالون، حيت كانت عندي واحد لا كليون اخرى عاوتاني، دز هنا وعمرت صبغت هنا، درت صباغه لشعري، صبغت شعري، صبعت لي غاسين غير لي غاسين البنات حيت ناض فيا الشيب، ودرت واحد البيديكور الرجليه حيت ما يمكنش ندير كلشي بدقه واحده، حيت بغيت ندير بيديكور مانيكور جيل هذاك فيرني بيرمانون، بغيت ندير سوان، بغيت ندير سوان دو فيزاج، بغيت ندير كلشي. قسمت هادشي على يومين، ميمكنش نديرو في نهار واحد، ميمكنش نجلس انا بات تما في الصالون. هنا مشيت صبغت شعري ودرت بيديكور ودرت فيغني بيرمانون رجيلاتي. وهنا راه هاد النهار كانت معايا خديجة فكادير، هاد النهار كانت معايا فيه خديجة فكادير، حتى هي البنات قادت الدفيرات، درت واحد البيديكور رجيلاتها، وكانوا عندها دوك الدفيرات ديال القدام كنوريكم، كانوا عندها مهرسين اذا غونبلاصاتهم ما عندهاش، ودوك الدفار عندها فيهم مشكل. هنايا من بعد ما سايناش تراه الليل، هنايا صبغت شعري كما كتشوفوا معايا الصباغه، وخرجنا نيشان مع الظلام، مشينا نيشان تعشينا، مسكين الله هو اللي شد ليا إليان تا صدقه قديت كلشي. انا درت بيديكور ودرت صباغه لشعري، صبغت غير لي غاسين البنات، بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على اللون تاع الشعر هنا كان درت البنات ماغون شوكولا، هو اللي عندي انا في شعري دابا ماغون شوكولا، حلفت ما باقيش نصبغ بالالوان. إليان يا بابا على فاتور، يا بابا الى في لا فاتور، يا بابا على فاتور. بيتر بس كتادي تدي كوا؟ جيمي كوا؟ جيمي دي موكيت روج. وي وي، الا قاد لا كاميونيت حيت غادي نمشيو بها ان شاء الله. قادها زوقها قال لي جي تشوفيها، حنا تابعينو. الا نشوفو التزويقه ديالها كيفاش دايره. شوف الزواق فيها. على تايير افيك لي بي اون اور. اوه، ما تطيل فو جيست ان بون لافاج سي بون. جي سياج جي في جي في كودر لو سياج. وي، il faut juste un bon lavage maintenant et c'est bon. Bon nettoyage. اوه شرا هادو باش نجلسو فيهم يماصلينا لي فيت. يماصلينا الظهر. J'ai réparé la poignée, ouais. Regarde la poignée, j'ai réparé. Ouais, c'est bien, bravo. Regardez, c'est bien. Mmh. Voilà, voilà. C'est bien pour le voyage, c'est bien. Je vais t'envoyer la dernière fois sur Safa. Hein? Mais il faut lavage, il faut nettoyer. Nettoyer, lavage en dernier. Quand tout est fait, mais le lavage. زعما قال لك راه قاده دار فيها الطبيه هكا نلقاها عيب الصفار، فهمتوا، باش نحطوا فيها لي فاليز ديالنا، ولا بغاو ينعس الدراري بحال إليان دابا الا بغا ينعس يطلع نحطوا فيها نفرش ليه شي حاجه وينعس بها، عندها بليش الطريقه هكا فهمتوا. هو السي إليان، إليان راه يلاه فاق من النعاس، جو بو فيغ انكور ميو مي ديجا سي ديجا بيان، يلاه فاق البيبي من النعاس اسيدي وباقي ما حيدتليش لي كوش ديالو. بيبي بيا دي بونجور ا تاتاتي، فيا في بيزو ايسي، في بيزو، في بيزو ايسي، في بيزو ايسي، في بيزو كاميرا، في بيزو على الكاميرا، في بيزو، في بيزو على الكاميرا. ياهو نو سي بيان، سي بيان سي بيان، وي سي بيان، فوالا. عم تشوف تقادات، بابا جو تريت، سلوي، لي في با كونفونس، جون
لكم مثل الباكيت لا مينون سي لوي لا فرما فرما حماس حماس غادي بيها جا وشوف لي انا بابا لوكو نيميرو 2 لا فوتور ال بوج مي الفو ان اوت دوزيام سياج اي لو يا با سا نو تو روباس تات لا جي Je sais pas où c'est qu'il y a ça. Il était cassé, je crois, cassé. يا ربي تبارك الله تبارك الله عليه ما تشد الجمل خرج مني غسلت وجهي لا اقل ولا اكثر غسلت وجهي ودرت كريم ايدغاتونت وكريم سولير وخرج لي بالزين يشعل خرجت كنفرفر بالزين خاصك كنشعل بالزين يا ربي تبارك الله عليا حجب الله عليا ربي حجبني يا ربي حجبني من العين حجبني يا ربي نعود غدا يزي وحقوص عليا شي واحد طرا لي شي حاجه حجب ربي عليا ربي انا غنقوص راسي براسي محتاجة حد انا يقوص عليا قوص على راسي ربي عم يقوص عليا شي واحد قوص على راسي الزين ديال العالم المهم جاتنا خرج على غفله غنخرج نخرج مع الاند وشي غرض يقضي وانا نقضي الغراض ودين معايا ايليان حاجه بغيتك غتمشي تا يا ربي بين Non, monsieur, jamais qui a passé son permis au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait pour débloquer un volant qui a un antivol? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça à attendre quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour débloquer ça? Je sais pas, vous avez passé le permis au Maroc, vous devez savoir comment débloquer un volant. Je sais. Ouais, toi tu sais, je sais, toi tu sais. Mais lui, non? Moi, je sais comment il faut débloquer. Ah, attention, il va trouver, attention. Vas-y, appuie, appuie. Ah ouais, ça c'est les portes. Ça c'est les portes. J'aime le marche et débloquer le volant. Pas ça. Mais c'est la première chose qu'on montre. ولا جديدة بنت لما ما غاديش دير فيها ولا لا 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 ملي كتوقع فطور بنات كلهم كيتبلوكو بعض المرة الفولون سير سير لكن خاصك شي حاجة أخرى تزيدها لا لا ما حرك السارت وحرك الفولون باش يدي بلوكا حرك السارت وحرك الفولون ها هو عبد الله شو سوا تبدا دومي موا بيت موسيقى موسيقى نور الله يرحمك اول حاجه كنشوفو هي البيبان واش مسدودين ولا مسدودين واش الدراري الصغار طالعين ولا ما طالعوش كي شاش قدامك واش المرايات هو النيشان دي مارا ومش زاد الباب محل كنبغي كركب البنت كانت البنت بغات تركب وطيح واي الله تا كاين بالرب بربي خاصك طنون زيد مع النكوال صافي خاصها تنبداو المرايا كصافا حق ربي لا تنبداو المرايا كي هي الخاصه يلاه السلام عليكم لما تدور على الخشبة واحد المرة بدور على الخشبة ديتها كلها لما تعدى براسك الخشبة انا وكان ما كنرديها البال الخشبة باقا عندها ما ترديها البال حبس تدز عند الخشبة تدز عند يد ليك راس قاس حد حيض الله يلا راس قاس حبوب سير لي قاس المهم كنشكركم على هذه المبادرة هذه وصراحة كنتوا معنا في الجولة رائعة هي عا دورة هي عا دورة ولكن الحمد لله سخنت 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 هذا كله كنشوفه وراء عرق سخنتو البشره ديالي كتبري البشره ديالي كتبري ومتوسخه لا لا كريم ايدغاتون طلع كريم سولير الصراحه وليت كنتهلا في البشره ديالي مزيان حتى هي حيت كتهلاي في البشره ديالك كتهلا فيك نكذبوا على الله حرام تخرجي فيها بلا ماكياج بلا والو تعطيك وهنا دزت للسوق البنات كنشوف شي تكلاكيت الوليدات ليا الراجلي ما لبسو في الطريق راكم عارفين لا تيم صفرا غير خصك شي حاجه تجريها في رجيلاتك تكوني مريحه وخصوصا حنا غاديين بالطوموبيله يعني ضروري نكونوا مرتاحين المهم عجبني هذا نشوف تنوريكم من بعد شنو غادي ناخذ اكيد غادي نشارك معكم كلشي خديت كلاكيت وخديت هذا الصراحه كانوا رخاص وزوينين عجبني الديكور ديالهم صيفيين ديال لا بلاج ديال تخرج بهم تمشي بهم مريحين ما يعذبوكش صراحه كاين بامال ديال الحوايج حاجه ما تخلص علينا الفطور يلا زدي حاجه انا راه غادي نديك راه غادي نديك انا ما غادي انا كاع غادي معكم كاع باش غادي معكم كاع ان شاء الله كاع سير صافي هذاك الشيء سولين دابا اجي 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 خا جاوبتك انا اجي وي هي ولكن ماشي تضر تضر زيد انا محمقني زيد راه خاوي راه خاوي زيد واخا زيد واخا زيد تحركوا تحركوا ماما زيد لبس الرخاوي لبسي الرخاوي هنا المهم جبتهم على المحلبه ناخذ لهم عصير مسمن قال لي لا ما بغاوش المسمن هما خديت لهم عصير عصير
دخلت لي الحليب بالسير يبكي عليا، قال لي لا بغى الحليب الحليب الحليب. انا غناخذ المسمن، الله غياخذ الاومليت ناكل معاه. هانتوما ها يوسف ما نسيناش الصوص، ياد قال لك بحليب بالسير حتى هو ياك تشربتي صافي صافي. شحف قال لك شوف امي ماما شوف دغمير يلا دود يلا في دود يلا في دود. وهنا من بعد ما ساليت داكشي ديالي مشيت عاوتاني، كان عندي واحد لا ليفغيزون كما قلت لكم هضره النهار الثاني، كان عندي واحد لا ليفغيزون البنات ديال التيرموميكس في تيزنيت. مشيت وصلت لا كليونت التيرموميكس ديالها ما محتاجاش الصراحه الديمونستراسيون حيت هي ديجا عندها التيرموميكس في فرنسا. ديديكاس لسان الكويده ديالي، صيفط ليها حطيت ليها التيرموميكس ديالها. الصراحه لا كي ديالها زبون، شربنا اتاي كنا معهم حليوات. عاد ديك الساعه رجعت عاوتاني ومشيت للصالون ضربتها بواحد التحميمه فاعله تاركه يا البنات ما نعاودش لكم. مشيت للصالون عند الحسين كاين في السلامه البنات حدا ميستر كوك في السلام، مشيت عنده اللي هو الصالون ديالو زوين الصراحه. مشيت عندهم راه عندهم حمام تما البنات، حمام ديال جوج الناس يعني ماشي حمام كبير، حمام يدخل ليه جوج الناس اللي بغات تحك وتكون مرتاحه تما وبخاطرها ما كاينش معاها. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يتعراو قدام العيالات راه تقدري تمشي لتما، راه حمام غير بوحدك كتسدي عليك الباب ديالك ما كيجي عندك حتى شي حد ما كيدخل عندك حتى شي حد. وعندهم الصالون زوين اللي بغى فيه الرجال كيقادو فيه الرجال، واللي محجبه ما كتعريش رجلها راسها قدام الرجال. راه كاينه السيده اللي كتقاد ليها الشعر ديالها لداخل وكتصبغ ليها وكتد ليها البروتين تقاد ليها رجليها تقاد ليها اي حاجه. كاينه عندهم واحد البيت لداخل خاصه غير بالعيالات فهمتوني، يعني كاين على برا وكاين لداخل. انا هنا جيت البنات هنا راه كما قلت لكم قسمت داكشي هنا، درت واحد البرودوي عندهم اللي هو الصراحه راكم عارفيني غنسافر غتكون الشمس غيكون لا بيسين غيكون البحر. درت واحد لو سوان للشعر ديالي اللي كيبروتيجي الشعر من البحر ومن اشعه الشمس والبروتين، يعني حتى لما درتي ليه حتى شي حاجه ما كتخافي عليه والو. وزايد هذا الماسك هذا اللي هو كيقوي الشعره وكيقدر يطولها فهمتوا. المهم هو انا درتو سبيسيال باش يبروتيجي ليا الشعر من الشموسات ومن الماء تاع البيسين والبحر، راكم عارفين كيخرجوا على الشعر. المهم قررت انا شعري نتكلف بيه ونحافظ عليه مسكين، راني كندير ليه الزيوت ونزيد مازال برودوي اخرين ونحبس عليه الالوان الفاتحه بزاف بزاف. المهم درت الحمام ودرت الجستير. عندهم البنات راه دايرين واحد لا بروموسيون زوينه في الماسك ديال الماسك تاع الشعر، وليو 500 درهم حسبوه ب 250 درهم الا قلتي لهم جينا من طرف حياه. والفيرني بيرمانون رجلين اوليدين كيحسبوهم ب 200 درهم وليو 300 درهم. ودايرين هذاك ادغا فاسيال يعني هذاك سوان دو فيزاج بلي ماشين وداكشي اوليود 500 درهم حسبوه ب 300 درهم. هاد لوفخه البنات راه ما غاديش تدوم بزاف، يعني كاينه دين غير هاد الوقيته تاع الصيف مؤقته. سيروا عندهم البنات غنحط لكم لي زافورماسيون ديالهم هنايا، نحط لكم الانستغرام ديالهم والنمره ديال التليفون اللي بغات شي حاجه تعيط لهم. راه دايرين دي بروموسيون ولكن ماشي تمشي عندهم هكا وتقول لهم، راه الا ما قلتي لهم جايه من عند حياه ما غاديش يديروا لك البروموسيون. انا راه اكدت عليهم. المهم سوان ديال الشعر كيبقى 500 درهم كيبقى ب 250 درهم، جيل هذاك الفيرني بيرمانون ديال الدينورجين اوليود 300 درهم كيبقى ب 200 درهم، سوان دو فيزاج بلي ماشين ادغا فاسيال اوليود 500 درهم كيبقى ب 300 درهم. هاد لوفخ راه ما غاديش تطول بزاف، سيروا محدنين انا غير طلبتهم يديروا معايا واحد لوجيست للناس اللي غادي يجوا من الطرف ديالي. المهم انا كما كتشوفوا معايا درت هنا الفيرني، درت انا الفيرني بيرمانون، درت ديك المره رجليا، هاد المره عاود درت مانيكور ودرت الرديه على قيتاش البحر والسفر. وهادشي ما كيكونش عندك الوقت باش تقابلي ضفارك اون بليس مع لا بيسين وهادشي غيتحيد. هنا كما كتشوفوا معايا ساليت رجعت للدار كنوجد لي فاليز ديالي الروينه عندي قربله في البيت، كنجمع الحوايج ديالي كل واحد جمع حوايجو. دابا خصني نضم في الفاليزه راكم عارفين ما غينضموا والو، غنضم لهم في الفاليزه. جمعت حوايج إليان نظمتهم هنا، لحقت الوقيته ديال المكياج اللي خصني نجمع فيها المكياج ديالي والبرودوي ديالي ضروري ما نسافر بالك برودوي ديالي عكار ديالي داكشي. المهم الماسكارا ما غاديش نحتاج ليها. راه درت الرموش عندهم، الرموش خطيرين يا البنات كيقادو الرموش زوين 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 بزاف والله العظيم. تا الرموش ديالهم زوينين سيروا عندهم على حسابي، الرموش راه كيقادوهم مزيان. عرفتوا الرموش ما كتحسيش بهم، وانا دخلت بهم للحمام ودرت بهم سوان دو فيزاج وما طاحوش ليا. اوكي بلو سوان دو فيزاج ديال سهيله سميتها سهيله، سوان سهيله والله ما رائعه البنات. سوان دو فيزاج ديالها وحتى الرميشات ديالها رائعين، وهي اللي كتكلف لكم بالنسبه للناس اللي عيالات المحجبات اللي ما كيقدروش يعرفوا شعرهم قدام الرجال. اوكي المهم انا راه كنجمع الفيزه ديالي كما كتشوفوني انا وهاد ايليا، انا اياد هو يجمع هما تعرفوا قربال انا في البيت خصني نجمع البيت قبل ما نمشي، واخا الحوايج خاصني نتنيهم ولكن سي با كغاف نرجع نخلي داكشي مروبل بحال هكا توكا نرجع. المهم خديت فاليز درنا واحد
لاباليز سيتو جمعنا فيها الحوايج ديالنا كلهم حيت راكم عارفين اللي قال فاكونس قال راكي غادي تقضي الحوايج وغادي تشري وهادشي وهادشي راكم عارفين. المهم جمعت واحد لاباليز فيها غير الحوايج ديالنا والصاك الاخر جمعت فيه الصبابط والصنادول داكشي اللي غادي نلبسو. صراحه انا عندي صبيبطات وصنيدلات ولكن هما ما عندهمش بزاف لا راجلي لا اياد عندهم لا ايليان يعني هما تيتقداو من بعد ما خداو غير كلاكيطا وصباط ما يلبسيو صافي في الطريق حتى نوصلو من بعد غادي يتقداو حويجات. المهم ما تنساوش حتى نتوما تبقاو متبعيني انا جاي عندكم من فرنسا والطاليان اصحاب الطاليان وجدوا راسكم يلا بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في الطاليان والناس تاع فرنسا جاي عندكم اصحاب طاليان وفرنسا انا يا اختي جايه عندكم ما تعرضوا عليا وقسم بالله ما تعرضوا عليا ما ندير لكم شي حاجه. المهم ما تنساونيش من العرايد ياك عزيز عليا العرايد كما قلت لكم وانا غنوري معكم شنو خديت هنايا في لي شوسيو ما خديتش انا بزاف صراحه ولكن انا خديت نيت هما اللي ما خداوش هنا كنوري غير الاياد راه خديت ليه كل المهم قلت ليه كل لبسه دير معاها سليب كل شورت او تيشيرت دير معاه سليب هكا باش تكون فاش تقلبهم تلقى تهز اللبسه تلقى وسط منها سليب. انا غنوريكم شنو خديت انا ما خديتش شي حاجه خديت واحد السبادري بازيك بيضاء اللي تلبس مع كلشي راكم عارفين العطله قال العطله قال ضروري واحد السبادري بيضاء تجي مع كلشي سبادري بازيك بيضاء فين ما حشيتيها كتخشى. انت باش شنو خديت انايا هي تخدا هذا الصبيبط هذا هو اللي غادي يلبس وخدا معاه هذا مريح هذا عرفتو صول هادشي نقي. انا خديت البنات غير هاد شوفي بلعاني كيدير صداع ما بغيتش نعطي التليفون انا خديت البنات غير هاد الباسكيت بازيك هكا بلون كتجي مع كلشي الا خديت لي هادي وغيلبس كلاكيطا خديت هذا هو اللي خديت من السوق زويون صراحه وما ديناش معنا بزاف ديال الحوايج وخديت هذا شتو اللي خوريتكم ديك المره خديتو مشيين صافي وغنلبس واحد الكلاكيطه في رجليا مريحه ديال الطريق نتوما عارفين الطوموبيله كتبغي شي حاجه مريحه نكذب عليكم الراحه التامه خاصني نكون مرتاحه صافي هادشي هو اللي خديت في لي باسكيت ما خديت شي حاجه بازيك لا باليز نورمالمون ها نتوما راه باقا الروينه عندي ها هي لا باليز خصني نسدها دابا صافي زدت مازال شي حوايج لي تروس هادو ما كندخلهمش هادو كنخليهم على برا شتو هادوك هادي فيها هذاك الماكياج ديالي غنخليها على برا وهادي فيها توسكي كولغيت وبرودوي ديال لي دوش وداكشي خليتها تاي على برا نخليها تاي على برا وصافي حنا سالينا بقاش رجو الاياد هذا شنو هادشي سيكسا سياكي شوفوا هما بلاصتهم كيفاش دايره والو راه ما كاينش نظام ما كاينش اثنين غير ونوا ليا هنا وصافي شنو سي سا تا بوزوان سا تي لو برون سا اي بوكو تي لا با بلي يو بلي سي كوا ستريك لا واش انا بوكو تا با بلي لي زافير مسيو تا بلي قال لك تناهم حق ربي قال لك تنا الحوايج هو لا تتناهم كفاس مني هو فتني ملي ما تعرفي والو فتني انت اللي بداك نظموني شويه راه مروينين اقسم بالله حتى مروينين دينا معنا فاليزه حيت عارفين البنات غادي نجيبو هذا جمعت فيه هذا جمعت فيه توسكي باسبور ريحه لانجيت لي كوش الاليان غندير ليه الرضاعه ديالو الا البيبغون دو اليان لو بيبغون الرضاعه تقول لي حياد اش باقي كيشرب الرضاعه اليان كيشرب الحليب في الرضاعه ضروري الا في النهار كنعطيه الرضاعه كنعطيه الحليب في الرضاعه بعض المرات كيتوحشها كيبقى اللهم ديها معايا بعض المرات كيشرب غير في الكاس غنلبس انا غير هادو في الطريق الراحه تامه باش ما نسميتو قلت لكم ما تقولي على شنو سموه على الرضاعه نقول لكم البنات الرضاعه كيشربها مره كيبقى يغوت ليا مره ملي تفكرها كيغوت عليها اللهم ديها معايا احتياط لي يغوت عليها ولا شي حاجه صافي ديت معايا لي كلشي صافي المهم كنا سالينا كلشي كنظن غنجيب معايا لي برودوي اللي كنشرب ديال وها نتوما البنات غنبارطاجي معاكم البشره ديالي ها نتوما درت البارح سوان دو فيزا شوفوا شحال نزيناتها نقيه واحد الناقه دارت لي سوان دو فيزاج خطير وشوفوا الرميشات ما كيبانوش نهائيا واش دايرهم ملصقه مية من التحت وصحاح زري وعاوديها ما يحيدوش نهائيا صراحه خدمت لي ها نتوما الشعر ديالي راه كنتو تشوفوا فيه واحد اللمعه خطيره المهم دابا الصهد انا كنعرق كنبان لكم عرقانه الصهد بزاف المهم انا نحبس معكم لا فيديو هنا تنشدوا الطريق ان شاء الله وهانتوما معنا تشدوا معنا الطريق تنوصلوا ان شاء الله هانتوما معنا يلا غو بيزو وطلبوا لنا طريق السلامه وباي باي عليكم يا ضحى الحشره خرجها